قرية أوجومي الواقعة في الريف الشمالي لجزيرة أوكيناوا اليابانية، نقشت كلمات على حجر صغير تقول: عندما تصل لسن 80 فأنت مجرد شاب صغير، وإن دعاك من رحل وأنت في 90 لزيارة السماء أطلب منهم الانتظار حتى تكمل 100، فربما تفكر في ذلك. تعد هذه الكلمات أصدق تعبير عن حالة هذه القرية، والتي تعد واحدة من بين أماكن معدودة جداً على مستوى العالم يتمتع أهلها بالصحة والعمر الطويل. أمضى سكان جزر أوكيناوا فترة طويلة من تاريخهم في عزلة نسبية، مما قد يمنحهم خريطة جينية فريدة. وتشير الدراسات الأولية إلى أن هذا الأمر ساعد على نقص انتشار جين يسمى صميم البروتين الشحمي، الذي يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والزهايمر، وعلى حملهم نوعاً وقائياً من جين فوكسو ثيري، الذي يساعد على تنظيم الاستقلاب ونمو الخلايا، ومن ثم تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المتعلقة بالعمر. لم يجد العلماء على الرغم من كل ذلك أن الحظ الجيني لسكان هذه الجزر قد يفسر بالكامل طول أعمارهم. يعتمد سكان جزر أوكيناوا في غذائهم على البطاطا الحلوة بدلاً من الأرز، على خلاف بقية دول آسيا، كما يأكلون الكثير من الخضروات الخضراء والصفراء، وتشكل اللحوم والأسماك جزءاً ضئيلاً من استهلاكهم العام، الذي يركز على الأغذية النباتية الذي يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن الأساسية ومضادات الأكسدة، في حين تنخفض سعراتهم الحرارية. وفيما يتعلق بالوقاية من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، يوفر النظام الغذائي في أوكيناوا أكثر من 5 حصص يومياً من الفواكه والخضروات، ويحتوي على أسماك صحية للقلب أكثر من اللحوم. ويعتقد العلماء أن سكان الجزر قدموا دليلاً جديداً على فوائد النظام الغذائي محدود السعرات الحرارية، ومن بينها تباطؤ عملية الشيخوخة، وهذا ما بيّنته أيضاً تجربة جديدة استمرت لمدة 2 بتمويل من المعهد الوطني الأمريكي للشيخوخة، إذ أبدى المشاركون ممن اتبعوا هذا النظام الغذائي مشابهاً صحة أفضل وانخفاضاً في ضغط الدم ومعدل الكوليسترول. أما العامل المناخي في الجزيرة فيختلف عن الحياة في الجزر اليابانية الأخرى، فالمناخ شبه استوائي مع شتاء معتدل، ويعيش سكان أوكيناوا وسط طبيعة خلابة، ويشتهرون بكونهم هادئين، ويعرف السكان بالالتزام بالمواعيد، حتى أنه يسمى هذا النمط باسم توقيت أوكيناوا. يولي سكان هذه الجزيرة أهمية كبيرة للعلاقات الاجتماعية، وتجمعهم روابط وثيقة، وهم يؤكدون على مفهوم إيكيغايا، والذي يرتبط في المقام الأول بالجزيرة ويعني إيجاد هدف المرء في الحياة. لذلك لا غرابة أن يمتلك سكان الجزيرة روابط اجتماعية متماسكة، والتي ساعدت في تقليل التوتر وتعزيز الشعور بالانتماء والهدف، وبالتالي انعكست على الصحة والعمر المديد. إن المتابع لتاريخ جزيرة أوكيناوا اليابانية سيكتشف أن سكان لهم يحظوا بأطول عمر متوقع على سطح الأرض، بل يعيشون أغلب سنواتهم بصحة جيدة أيضاً، وهو ما يجعل من هذه الجزيرة محط أنظار المهتمين بعادات الشعوب والباحثين معاً.